سؤال جديد، وإن شاء الله ما بتنحط أي سيدة بهيك موقف. عندك القدرة أنك تدخلي إلى قلب نجمة مشهورة لاكتشاف كمية الحقد اتجاهك، مين بتكون؟ كتار عم تشوفي مين الأولوي؟ لا 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 لا، الحياة مش كتار. مين؟ بس أنه يعني بلا أسماء مضطرين عاقدات خلص. شو قال؟ بعد أصالة نصري. أصالة نصري الأكثر حقداً على وجه الأرض بالكون. ما في ما في حدا بيعرف، ما لا أحد يتقن الحقد قد أصالة نصري. وأنا بقول لك من هلأ آخرتها مش حلوة. ساعة بتقولي على هيفا، ساعة على أصالة، شو بعرفك أني برا أجي وبتزبط معي. سؤال جديد، عندك الفرصة انك تجري مكالمة هاتفية مع احد النجوم الراحلين، عندك هالفرصة الذهبية من الحين بركات، اذا بدك توصفي له الواقع الفني بجملة واحدة. بعد ببكي له بشكي له بحكي له وهيك بخبرني، وهو ممكن لي معقولة هيدي تعمل هيك يخرب بيتها، وهيدي عملت هيك يخرب. اكيد من الحين بركات. سؤال جديد، بحق لك تختاري ثلاث اسماء لتكريمها بالسعودية على مسرح جوي أو بيتز، مين بتختاري؟ اللبنانية؟ اللي بدك إياه. شو هالحكي؟ هيك عطيك الفرصة الذهبية، أنا تختاري مين ما بدك. شو هالفرصة الذهبية؟ كتر خيرك شو قلنا عليك؟ اختاري. داليا مبارك. أوكي. نادين البودير، من عم بختارهم سعودية. أوكي. الإعلامية. طب ومن لبنان؟ من لبنان. وفيك من السعودية؟ رامي عياش، لأنه مؤلف وملحن وممثل و و و و قبل ما أختم حلقة الليلة، يمكن كتار هلأ عم يتفاعلوا على تويتر ليعرفوا مين هي النجمة الفنانة اللي طلعت بالأول سبتني هي النجمة صفاء سلطان، اللي بوجه لها تحية. وبصراحة أنا عن جد ما كان معي خبر، يمكن هلأ يمكن البعض يقول أنا متفق معها، بس بالفعل فاجأوني بالكونترول روم وقال يعني قال أنت كمان بتعرفي هالشخصية اللي بتقلدها كتير، لهيك قرروا يطلعوها. يعني كل ما بدي شيل عن قلبي وبتبلش لك يعني فن، بتلعب أدوار وشخصيات. ريتا تقبرني شو هالفنان العظيم. ست نضال الأحمدي، وصلنا لختام حلقة الليلة، شكرا لإلك، شكرا لوجودك معي، نورتيني. لا لك كمان. وأنا بحب أقول كل شيء على الليلة غير كل الحلقة صراحة، وبدي أقول على الهوى إنه أنت وثقتي فيني وثقتي بموهبتي يمكن الصغيرة اللي عم كبرها أنا مع الوقت. فيك البركة. شكرا للثقة اللي أعطيتيني إياها. وجباتي. وأنت دعمتيني أول نهار بمجال الإعلام، ووجودك اليوم هو دعم كافي كمان. تسلم يا عمر. بدي وجه تحية كمان للأستاذ عمر من السعودية، تعب معي على الإعداد كتير لنطلع بنتيجة حلوة. هلأ أنا يمكن نص الفنانين هلأ رح أطلع عبني اللي بلوك من الاستوديو، بس حلقة رح تزلزل الأرض. بالعكس، لما بتقول الحقيقة بصير يرجفوا منك وبيعتبروك وبيحترموك. هلا انا علي ياسين ماني نضال الاحمدي، بدك انت تشكري الجلام تيم تبعك اللي هن الميك اب سامر برايتع، شعر محمد من قبل اسعد، وشرب الزوي ساعد كمان بتاتش بازيائك. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه، بنلتقي الاسبوع المقبل مع حلقه جديده من كتاب الشهره. تصبحوا على الف خير.